ارجع شوية اللي من ورا. بلاص تمام ممكن تشوفوا معايا، هتشوفوا هذا الرمله هذه، هذا الرمله هذه اللي تيهزوا هذا النهار، هذه الشركه هذه اللي كتفوت ب 20000 ريال للكاميو، ها هي صالحه للبناء، هذه الرمله راه صالحه للبناء. كنشوفوا الاطنان ديال الرمله هنايا، شوف اخويا عاوتاني، شوف الجبال ديال الرمله راه كيبنيو بها وكيبيعوها كيخرجوها، اي مشروع كيديوها ما تيخليوش شي مشروع، تطلع الكازا تتباع ب 6000 درهم باش تبيعوها. سامعك واحد الله، حنا كندوزو دابا في امام المجزره ديال الجهه ديال الرباط على قنيطره، هاد المجزره هادي اللي الرمله كنا كنستافدو منها، الساكنه كتستافد منها واحد 400 درهم، هي كانت تفوت بواحد 1200 ولا 1400 درهم للفياس، وكانت تستافد من الساكنه، كانت تتفرق على الدواوير، ومن بعد هاد الناس هادو ما بقاش يعطونا حتى حاجه، اضطرينا انا نوقفوهم وخرجوا هاد الرمله هادي كما كتشوفوا معايا خارج المشروع، وواحد المده استغلوا هاد الظرفيه ديال الحجر الصحي، وبداو شركات اخرين كيهزوا هاد الرمله هادي وكيفوتوها وكتخرج مناطق اخرى، مع العلم ان هاد الرمله هادي ممنوع تخرج من هنايا. حنا كنستنكروا وتنقولوا الله وان هذا منكر وعاش الملك. والمهم الموضوع هو القضيه ديال الرمال في اخبار كل شيء، يعني وصلنا الميساج للعماله، والعماله عطات الامر ديالها بالقايد بانه يجي العين المكان ويشوف شنو واقع، صيفط عون السلطه، عون السلطه اللحظه اللي جا عون السلطه ما كانت حتى شي كاميو هنايا، وقال رجع الميساج للسيد القائد وقال بان ما كاين حتى شي حاجه، يعني هذا المهزله اللي وقعت دابا هنا حاليا ما كاين والو، وحنا يوميا كنشوفوا الرمايك شركات تيجيو يشريو هنايا، جاو درك الملكي مشكورين وشافوا في عين المكان وحبسوا اللحظه اللي مشاو درك الملكي، رجعوا لعادتهم القديمه انهم يهزوا هذه الرمال هذه كما كتشوفوا تبارك الله، هنا هذه الرمال هذه راه انها صالحه للبناء، وهاد الخيرات ديال ربي اللي كتنهب، وبقى الساكنه اصلا 91 هكتار الساكنه بقى ما استفادتش من الارض، لان هاد الارض هادي كتعود الملكيه ديالها الجماعه السلاليه دويسليم، تيقولوا بان هادي ديال الدومين، ان هاد الارض هادي تستعمرت من طرف واحد الانسان، واحد الفرنسي مستعمر فرنسي سميتو الاخ ميلود موريس، هذا موريس كان هو اللي كان مستعمرها، هادي تتم اراضي مسترجعه. حنا ان شاء الله مستعدين اننا نديروا وقفات احتجاجيه وراه ان شاء الله هذا الحجر الصحي هذا، والله يرفع لنا هذا الوباء هذا. وبالنسبه لدابا حاليا احنا موقفين واحد 4 الكامينات ديال الرمله، راهم مشرجين موقفينهم امام بالباب ديال المدخل ديال الشركه، وحنا مازال مستمرين، وحنا مازال مستمرين معهم مع الناس في النضال ديالنا، وتنقول لهاد الناس هادشي راه حشومه، مادام ان السلطه المحليه عندنا بوقنادل انها في العلم ديالها، والجماعه الجماعه الحضريه ديال سيدي بوقنادل اللي كترأسها عبد الصمد الزمزامي، يعني حتى شي واحد ما حرك ساكن، تنقول اللهم ان هذا منكر، وتنجدوا المسؤولين في العماله انهم يتدخلوا ويضربوا من يد من حديد على هاد كل من تورط في هذه العمليه هذه، وتحيه نداء ليا. بالنسبه للقضيه ديال هاد المقالع الرمال اللي كاين هنا، جلسنا مع كاتب العام ديال العماله، وكتبنا مع جلسنا مع سيد العام شخصيا، وقال لنا انه غيكون ان شاء الله شي حاجه، والى يومنا هذا يعني مرت واحد الوقت ديال تقريبا هذه 7 شهور وثمان شهور، وباقي ما استجبش المسؤولين، باقي ما استجبوش للنداء ديالنا، فلهذا كناش المسؤولين انهم يتحركوا، وقبل ما اننا نخرجوا نحتجوا عاوتاني، نخرجوا الاحتجاجات الكبار ان شاء الله اللي غادي باش ماذا حق وراه طالب، اذا حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا، وهاد الناس حنا شوف حنا سلميين
كنقلبوا على الحقوق ديالنا، ما حنا فوضويين، ما حنا حتى شي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله.